دكتور، ما هو دور الكلى في جسم الإنسان؟ دور الكلى في جسم الإنسان مش بس مجرد تكوين البول، ده فكرة خاطئة. الكلى مهمة جدا، والدليل على كده إن لو هي بس بتخرج بول كان غسيل مرضى الغسيل الكلوي خلاص ارتاحوا. يعني مريض الغسيل الكلى رغم إن هو بيغسل كلى اللي هي بتقوم بجزء من دور الكلى في الإخراج، ومع ذلك بيمشي بصيدلية أدوية، لأن الكلى بتخرج بول، بتخرج الفضلات من الجسم، كمان مسؤولة عن تنشيط نخاع العظام، بتطلع هرمونات تخلي نخاع العظم يكون دم، وعشان كده مرضى الكلى دايما بيحتاجوا نقل دم وعندهم انيميا، عشان كده بياخدوا حديد على طول، بياخدوا حاجه اسمها ابريكس. الابريكس ده الهرمون اللي هو الاريثروبويتين، ده الهرمون اللي بتكونه الكلى غير الاخراج، بيروح لنخاع العظم ينشط نخاع العظم عشان يكون كرات الدم الحمراء. فمهمه جدا عشان الدم، مهمه جدا عشان عظم الانسان، عشان كده كل مرضى الكلى بيبقى عندهم فيه هشاشه عظام وفي تكسير في العظام وبيجي لهم كسور كتير، لان الغده الجاردركيه مهمة جدا في الكلى، الكلى لها تأثير عليها، بيزيد إفراز الغدة الجاردركية في مرضى الكلى. وهرمون الغدة الجاردركية ده بيسموه معول العظم، يعني الفاس اللي بيكسر العظم، فعشان كده كل مرضى الكلى بياخدوا كالسيمات اللي هو الكالسيوم وفيتامين د، لأن عظمهم بيبقى متكسر. الكلى كمان مهمة جدا عشان القلب، كل مرضى الكلى أكتر حاجة بتموت مرضى الكلى القلب، اللي هي جلطات القلب وكده، يبقى في تكلس في الشرايين فبيحصل لهم جلطات كتير في القلب، بيأثر على الجسم كله، بيأثر على المخ، يعني بيجي لهم غير الحالة النفسية طبعا، وغير ان هو ممكن يجي له اكتئاب ويجي له مشاكل، ممكن يجي له يدخل في غيبوبة بسبب بولينة العالية، تمام. فالكلى دورها في الجسم كبير جدا، اكبر من مجرد ان هو اخراج البول واخراج الفضلات من الجسم. شكرا جدا لحضرتك.